دائما متفقين كمجلس إدارة بأن المساهم هو أولا، وكان الأساس في التوزيع بأن يكون يناسب العام الماضي، بحيث أن التغير اللي حاصل هو في محفظة استثمارية وليس في الأداء الفعلي المباشر من العمليات اللي كان فيه نمو كبير. والمخصص لما اتخاذه نؤمن بسوق سينعكس إن شاء الله السنة هذه بصورة إيجابية، وبالتالي انخفاض خلينا نقول دفتري أكثر ما هو يكون فعلي. سوق التجزئة يتوسع بشكل كبير، لدينا مجموعة من المجمعات سوف تفتتح في العام 2016 و2017، كيف تستعدون للمنافسة وربما تعويض جزء من السوق؟ احنا طبعا لله الحمد اصبحنا اللاعب الاول في السوق القطري. الخطه العشريه طلب منا افتتاح 70 فرع خلال العامين القادمين، نوصل ان شاء الله 60 فرع، يبغى لنا 10 فروع في استيفاء الخطه العشريه. اعتقد المنافسه هي صارت منافسه من ضمن داخل الشركه على الابداع وعلى تطور وخدمه الزبائن. اعتقد المنافسين الان اصبحوا نوعا ما بعيدين عنا من ناحية الانتشار، ولكن غريب منا من ناحية التفكير المميز في خدمة العميل. نؤمن بأن الميرة الآن وصلت مرحلة تطور كبير جدا تسمح لها بمضاعفة العائد على استثماراتها بغض النظر عن المنافسين في السوق من حيث العدد أو النوع. التوسعات الخارجية، يعني ربما السوق القطري تشبع، السعودية، عمان، أين هي الأسواق الجديدة متوقعة؟ طبعا السوق الخارجي تحكمه ظروف خارجية، احنا اتجهنا إلى عمان رغبة في التوسع ودرء المخاطر بالتركيز في سوق واحد، ولكن للأسف التوسع لم يحصل بالصورة الصحيحة، وإذا لم يحصل أعتقد خروجنا بيكون أمر ضروري جدا. الأسواق الأخرى احنا درسنا بصورة كبيرة سوق أفريقيا وشمال أفريقيا، ولكن للأسف كذلك الظروف لم تخدمنا. توسعنا لكم في المنطقة العربية في جميع الأحوال في المنطقة في المرحلة الأولى، ولكن لا أعتقد في ظروف منافسة تسمح لنا في الدخول. السوق السعودي سوق مشبع، قد يكون الأكوزيشن يحتاج له نوعا ما رأس مال قوي. أعتقد خلال السنتين القادمتين لما توصل مبيعاتنا في حجم من 1 مليار دولار أعتقد سوف يكون في منحنى آخر.